عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل مع عمال وتوقيته الزمني وسبع دقائق 31 ثانية 20 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لخليل بن سالم بن حمد البطين المري على فوز عمال بالمركز الثالث. إذن مشاهدين الكرام انتهت منافسات شوطنا الرابع عشر، الشوط الخامس عشر ينطلق وبصوت الزميل عون بن جابر الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين مستمرين وإياكم باندفاعات وبتحديات أشواطنا في هذا الصباح، حيث انطلاقت أشواط اللقاية ولقاء اللقاية مع ثالث أيام هذا العرس التراثي الكبير في أقل المهرجانات وأعتاها في مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء. ومسعود بن سعيد بن سالم آل فهيدة المرية من يقدم لنا شبه مع صدارة الشوط، بينما المركز الثاني القدوم مع اندفاعة توجيه علي بن عجيان بن بريك بن مجدور الغفران من يقدم لنا شعار من يبحث عن الناموس وعن الانتصار، يتقدم بمركز الوصافة مع توجيه. توجه توجيه الآن من تحت المركز الثاني وعينها على الصدارة، عينها على السويك وعلى اللاند كلوزر بكب، بينما التسلل من الجانب الآخر نتابع وإياكم. هنا تتسلل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مشكورة أو منحاف عفوا جابر بن صالح بن جابر بن صالح العامري من يقدم لنا منحاف هي القادمة في هذه اللحظات، بينما القدوم والتسلل هنا في هذه اللحظات مع الراعبية ودبل الأسود العامري يقدم لنا الراعبية القادمة من عمق الميدان. وصلت في هذه اللحظات، وصلت واحضرت العالمي محمد بن بخيت بن برقان، بن برقان حاضر متواجدا بكل قوة وبكل جدارة، شعار الصارم المتواجد الحاضر بكل ما تعنيه من قوة ومن إثارة، ولكن القدوم والوصول في هذه اللحظات وصل في هذه اللحظات وصل في هذه اللحظات ليتقدم ويقدم لنا شعار من الجانب الآخر. هنا نوف 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 نوف، كل الخوف يا اخواني كل الخوف من نوف ناصر بن راشد آل زبدان المري. لقاء اللقاية، لقاء خطير، لقاء مثير. هنا الأصايل تحضر تحضر وتبدع في هذا الصباح، ولكن البداية البداية في هذه اللحظات البداية لا زالت مشاهدين الكرام منحاف منحاف جابر بن صالح العامري. بصالح أنت الناجح حتى هذه اللحظات مع 2 كيلومترات، ونوف نوف تتسلل النوف والقدوم في هذه اللحظات مع هنا تسلل حربة وسعادة سيف بن أحمد بن محمد بن بطية القبيسي يقدم لنا شعار مع حربة هي القادمة والمتسللة. وتابع سيل جارف قادم، وصلت نوف 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 يا إخواني واصلة. بدأت اللقاية بالإقلاع بالإقلاع، ولكن وتابع القدوم وصلت في هذا اللحظات وصلت وصلت بديعه بديعه. عبد الله بن معيوف بن سالم الدرعي يقدم لنا في هذه اللحظات بديعه هي القادمه والمتسلله، بينما القدوم وصلت في هذه اللحظات دمعه محمد بن مطحان بن قران المنصوري.
الثاني. ياهم اللقاء، ياهم اللقاء، بالملح وين، بالملح وين، قادما قادما بهذه اللحظات. وصلت الأزمة، وصلت الشعارات، وصلت خير، خير هي القادمة. صالح بن فرج بن هادي المعيان المري مع خير، خير بدأت في هذه اللحظات تقلص الفارق بزحفها التام بجيناتها الأصيلة. والقدوم يا أخواني، مرحبا بهذا الوصول. وصلت، وصلت سيوف، سيوف وسعيد بن حمد بن سعيد الغفراني المري. نعود مع التسعمية الأخير المثير مع اندفاعات وتحديات بديعة، بديعة بن معيوف، عبد الله بن معيوف الدرعي يقدم لنا بديعة مع الصدارة مع الانطلاق الأول. ولكن المحاولة، المحاولة مع حربة سعادة شيف بن أحمد بن محمد بن بطل القبيسي. يلا يا القبيسي، يلا يا القبيسي، حرك يا القبيسي، حرك يا القبيسي. أوصلوا، أوصلوا أهل الطلايب، أوصلوا، أوصلوا، أوصلوا في هذه اللحظات. من القادم؟ وصلت، وصلت رهف عبيد بن محمد بن سالمين العامري، بن سالمين، بن سالمين. ولكن حرب، حرب بن سالمين، بن سالمين. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، بن سالمين، بن سالمين. تسلم يمينك، تسلم يا مالك حربة، لمالك حربة. حربة تنتزع الناموس وتنتزع اللاند كلوزر بكب مع حربة. من حاربت حتى الرمق الأخير، تهانينا والناموس لسعادة سيف بن أحمد بن محمد بن بطي القبيس. هي من قدم لنا حربة لتنتزع هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة. بينما المركز الثاني فكان الوصول مع دمعة محمد بن بطحان بن قران المنصوري ثالثا، مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ثالثا كان الوصول مع شعار مع رهف عبيد بن محمد بن سالمين العامري. بينما المركز الرابع مشاهدي الكرام كان الوصول مع شعار عبد الله بن معيوف الدرعي. وخامسا، خامس الأسماء فكان مع شعار سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي. نعود وياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول الحربة قاطعة مسافة الخمسة كيلومترات، 7 دقائق 27 ثانية وخمسين جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لمالك حربة سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي. بينما المركز الثاني 7 دقائق 28 ثانية 38 جزءا من الثواني فكان مع شعار. وانطلاقة المركز الثاني مشاهدينا الكرام شعار محمد بن بطحان بن قران المنصوري مع دمعة. ثالثا نتابع وياكم مع مخرجنا المركز الثالث في هذه اللحظات مع وصول وقدوم، فكان شعار عبيد بن محمد بن سالمين العامري مع رهف وقاطعة مسافة الخمسة كيلومترات. يا مخرجنا في هذه اللحظات نتابع المركز الثالث ولحظة وصولها رهف وقاطعة مسافة الخمسة كيلومترات، 7 دقائق مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء و29 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. المايك في هذه اللحظات للزميل الوليد.